داخلين اهو على الصيف، او مش داخلين، احنا دخلنا، هو المفروض يعني قانون الطبيعه بيقول ان احنا في الربيع، لكن الحقيقه المناخ بيستعبط، ومش مع قانون الطبيعه احنا الدنيا بقت حر جدا جدا، يعني بقينا نحس بفرهضه والشمس حاميه جدا جدا. مع الصيف بقى الامراض الصيفيه بتزيد، ومناعتنا لو قليله فبنبقى عرضه لكل الامراض الصيفيه احنا واولادنا. مع الصيف بيبقى فيه كسل وخم، ومش قادر، الجو نار، مش قادر اقوم من مكاني، حتى تلاقي كل الدول او معظم الدول اللي درجه الحراره عاليه فيها جدا جدا ومفيش امكانيات تكييفات وكده، الناس ما تقدرش تشتغل في الحر، ففي خمول. طيب احنا نداوي الحاجات دي ازاي؟ نعالج الامور دي ازاي؟ ازاي احمي نفسي واحمي مناعتي من امراض الصيف اللي هي كتير بالمناسبه، وازود كده مناعتي وحائط الصد ده يبقى تمام عشان لو اي فيروس ولا اي بكتيريا ولا بتاع جسمي يقدر يقاوم، وازاي اقدر اقاوم قله النشاط والخمول والكسل اللي بيسببهم الحر او درجات الحراره المرتفعه. انا هقول ازاي؟ لا طبعا معايا مين بقى؟ معايا استاذ دكتور مصطفى حامد، استشاري الامراض البطنيه والصدر، والمدير الاعلامي او التسويقي لشركه AMD. صح كده؟ مظبوط. ازاي حضرتك؟ ازيك؟ انا تعمدت طبعا بحكم بقى ان حضرتك احنا يعني بقيت عشره معانا وبتشرفني معظم، فانا حفظت التايتل من غير ما اقراه. شرفتني يا دكتور وانستني، وجود حضرتك معايا الحقيقه يعني مفيد جدا لكل اخواتنا اللي بيشاهدونا. والحقيقه هنتكلم عن منتج من المنتجات الحقيقه العظيمه اللي شركه ام دي عملت ابحاث كبيره جدا 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 وانتجت لنا كولوسيز. تمام. كلمني حضرتك الاول عن فكره ان الصيف، يعني حضرتك طبعا طبيب وهتفيدني اكتر، يعني فعلا حالات كتير، هل المناعه بتقل في الصيف تحديدا والامراض بتزيد في الصيف، الامراض الصيفيه، وفكره الكسل والخمول اللي بيصيبنا مع دخول الصيف؟ تمام، كلام حضرتك مظبوط جدا، في صوره كمان ان احنا موضوع جهاز المناعي. يمكن الناس جهاز المناعي كلنا بنقولها مناعتي مناعتي، بس محدش قادر يفسر الكلمه دي تفسير صح. تمام. احنا لما بنيجي نتكلم على حاجه اسمها جهاز مناعي، يبقى اذا انا بتكلم على منظومه، المنظومه دي عباره عن عمليات حيويه بتحصل في جسمي مسؤول عنها اعضاء وخلايا وجسيمات. طيب الحاجات دي كلها فايدتها ايه؟ مفروض ان هي فايدتها ان هي بتدافع عن الجسم ضد الخلايا الضارة، الفيروسات، البكتيريا، وكمان الخلايا السرطانية والعياذ بالله. كل ده مسؤول عنه جهاز زي جهاز المناعة. ولكن في بعض الناس يتراءى ليهم أنا مناعتي ضعيفة إزاي؟ هل لابد إن أنا أعمل تحاليل ولا ممكن أعرف إن أنا مناعتي ضعيفة عن طريق اللي أنا بشوفه، مثل التعب، بتعب كتير، في حاجات بتظهر عليا؟ أقدر أقول له إن أنت ممكن تعرف الموضوع ده عن طريق التهابات متكررة. يعني ايه كلمة التهابات متكررة؟ يعني في بعض الناس بتعاني من التهابات الهوائية والرئوية، وخصوصا منطقة الأنف والصدر والحنجرة، الحاجات دي كلها كتر العدوى. يقول لك انا جالي برد، انا مفيش اسبوع بيعدي البرد ما بيروحش من، عندي. ده انا لو شغلت تكييف بالظبط يقول لك ده انا لو استحميت وطلعت خدت كده نسمة هواء بطلتش هواء فبعيا. في بعض الناس بتقول لك لا، طب ده انا عندي تقلبات واضطرابات في الجهاز الهضمي، عندي ما بين شويه ترجيع، ممكن اسهال، غثيان، ده انا عندي القولون، مش عارف الكلام ده كله. استنى يا دكتور، في حاجه كمان، يعني في حاجه مستحيله، الحمد لله احنا ما عندناش الكلام ده لسه يعني، بس تحسبا في الصيف الامراض الجلديه كمان بتزيد. مظبوط. العرق وكده، وبعدين بيقول لك في حاجه اسمها جدر القرود كمان ابتدت تنتشر في العالم. مظبوط. فالواحد يعني الحمد لله احنا الحمد لله لسه، الحمد لله يا رب ما يجي ابدا يعني عندنا، بس كمان على مستوى الامراض الجلديه. مظبوط. ده هو على بالك من عامل من عوامل الالتهابات المتكرره في الجلد هو ضعف الجهاز المناعي. ده غير ان انا لما اجي اعمل مثلا تحليل زي صوره دم كبد والاقي عدد الصفائح الدمويه عندي قليله، برضه عندي ضعف الجهاز المناعي. الكروسيس في النقطه دي ليه باع طويل، او ليه بمعنى صح مجهود كبير معانا. هتقولي لي ليه؟ لازم اعرف ايه اللي يقوي جهاز المناعه بتاعي. نلاحظ ان في خمس حاجات مهمين جدا لتقويه جهاز المناعه. تخيلي ان ثلاثة منهم بس هم مسؤولين عن 75% من تقوية جهاز المناعة عندي. الثلاثة دول هم مكونات الكولوسيس او الكود ليفر اويل، زيت كبد الحوت، اللي هي الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين ا. حضرتك اثرتي نقطة مهمة جدا واحنا بنتكلم، قلتي
الصيف ابتدى، درجه حراره عليت، بقى عندنا خمول وكسل ان احنا نقدر نقوم بواجباتنا نتيجه الحراره العاليه. تخيلي ان كل ده برضو مسؤول عنهم فيتامين زي فيتامين د اللي موجود في الكولوسيس. طب مسؤول ازاي؟ تخيلي ان فيتامين د ليه دور كبير جدا في معالجه الخمول والكسل. نقصه نفسه من ضمن اعراض نقص فيتامين د هو الخمول والكسل الغير مبرر. دكتور برضو انا عايزه انبه حاجه، امتحانات الامتحانات شغاله هي بتاعت ولادنا والثانويه العامه داخلين اهو، ويقول لك الولد ما عندوش طاقه، مش قادر، ما اعرفش ايه عنده، ايه ما عندوش طاقه خالص مع انه بياكل كويس، لدرجه انه بيتهم بالهروب ان هو مثلا يهرب. يقول لك ده نفسيا. لا 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 ده نفسيا بس. نفسيا. طيب ايه رايك ان الكولوسيس في النقطه دي لا ليه دور من كذا ناحيه؟ طيب اول ناحيه حاجه زي الاوميجا 3 بتديك او بتزود التركيز، الاستيعاب نفسه، الحفظ، لان في كميات حفظ معينه لازم اوصل لها. كل ده لان الاوميجا 3 الموجوده في الكولوسيس هي مسؤوله، هي بتدخل في بناء خلايا المخ بنسبه من 50 لـ 70%، فبالتالي ليها دور مهم. فيتامين زي فيتامين د، كتير مننا حالتهم النفسيه بتسوء بالذات مع الامتحانات او مع ضغط الصيف الشديد او الكلام ده. فيتامين د ليه دور في معالجه الاكتئاب بالتبادل مع الاوميجا 3. حاجه زي فيتامين الف، تخيلي ان فيتامين الف كمضاد اكسده يعني ليه دور كبير برضه في زياده مناعتنا بدرجه كبيره والتخلص من الجراثيم والبكتيريا او حتى الحاجات اللي على الجلد عندنا نتيجه انتقالاتنا من مكان لمكان، المكان العرق، الكلام ده كله. عايز اوصل معلومه يمكن ومهمه جدا يا جماعه، انا لما بلاقي في منتج جميع المكونات فيه بتتعاون مع بعض عشان تقدر توصل وتأشيف لجول معين لهدف معين انا عايزه، يبقى اذا المنتج ده ناجح. يعني ايه بتتعاون؟ يعني هل المكونات دي بتدعم بعضها؟ بتكمل بعضها. مظبوط، عشان كده تلاحظي بنقول مكمل غذائي. مكمل غذائي عشان بتكمل بعضها وعشان هو ناتشرال وعشان هو طبيعي. فدي نقطة مهمة جدا. كتير من الناس بيقول لك طب انا باخد مالتي فيتامين وجايب مالتي فيتامين من بره وجايب من هنا ومكتوب 10,000 و15,000 و1000 طب هي العمليه مش بكده خالص يا جماعه. الحاجات دي حاجات علاجيه، يعني المفروض ان انا باخدها لفتره معينه وبوقفها. ليه؟ لان ممكن اخد اثارها الجانبيه بعد كده. لكن الكولوسيز نقى بنفسه عن النقطه دي او خرج بنفسه عن النقطه دي لانه مكمل غذائي، وعشان كده شركه ام دي هي كتبت على العلبه كلمه مكمل غذائي، بل ان وزاره الصحه موجود قدامنا صوره المنتج مكتوب عليه اهو، مكمل غذائي مش فيتامين او كمان تفتيش وزاره الصحه والرقابه الدوائيه لازم تكتب عليه مكمل غذائي، لان احنا اتفقنا، لان ممكن انا اروح للصيدليه ممكن اقول انا عايز المنتج بتاعي من الصيدليه من غير ما انا يحصل لي اي اعراض جانبيه. ده رقم واحد. استمريت عليه الاستمراريه ودي اهم حاجه، ما يضرنيش نهائي. كمان البريسكريبشن بتاع الدكتور، احنا دايما عارفين ان انا لازم موضوع روشته الدكتور، لا المكمل الغذائي او الكولوسيز لا، النقطه دي بيقول يا جماعه انا بديك الجرعه اليوميه اللي انت بتاخدها من الاوميجا 3 وفيتامين د وفيتامين الف، فاذا اليوم ال 24 ساعه بتوع بيعدوا يبقى انا محتاج الجرعه بتاعتي الثانيه من غير ما يتراكم حاجه فوق حاجه. عشان كده وده نتاج الابحاث اللي عملتها شركه ام دي انها بتدي طالما يعني مش شرط ان انا اخدها بروشته الطبيب، ده معناها انها مصرح، وزاره الصحه مصرحه ان أكيد. الصيدليات تباع لي. ده اكيد. فطالما الصيدليات هتباع لي اذا ده هو مش هيضرني. لا طبعا مش هيضرني في حاجه، لان لو حاجه فيها نسب دواء يقول لك لا اديني روشته الطبيب. دي نقطه مهمه جدا. وكمان حابب اقول ان يختلف الكولوسيز يمكن جرعاته بتختلف من شخص لشخص، عشان كده احنا بنقول تفرق في سن او العمر. طب ولادنا اللي في ثانويه عامه دلوقتي. طيب كويس قوي. انا هقول لك الجدول وتقولي لي هم فين في الجدول. طيب ماشي. طيب من سن سنه لسبع سنين هي كبسوله بيعملها سكويز بسيط، بنعصرها عصره بسيطه كده، بتنزل نقطتين بالظبط على اي اكل او شرب بياخده الطفل. تمام. طيب فوق سبع سنين لحد 40 سنه بياخد كبسولتين مع بعض. يقول لك طب انا ممكن اخد كبسوله الصبح وكبسوله بالليل؟ ممكن تاخد كبسولتين مع بعض برضه، ما فيش مشكله خالص. تمام. وبالذات في بدايه اليوم. احنا اتفقنا ان هو مصدر للنشاط والحيويه والطاقه. ايوه والطاقه، وده نقطه مهمه جدا. يعني انا بوجهه نظري ان الطالب يفطر فطاره حلوه كده، ماما تحضر له كده فطاره حلوه كده، يعني حلوه كده متظبطه وفيها خضار وفيها سلطه وفيها يعني بروتين بقى فول او بتاعه وكده، وتروح واخد اثنين
مظبوط. يعني الكبسولتين دول هيدوا له نشاط وطاقه وتركيز، تركيز على الاقل كمان طول اليوم، وانا محتاجه التركيز الفتره دي عشان المعلومه تثبت. يمكن الفئه من المشاهدين اللي هي دي بتبقى محتاجه تركيز جدا، لان هو مشكلته كلها ان ممكن يكون بيذاكر ويجي بعد كده ينسى المعلومه حتى لو كان مراجعها مره واثنين وثلاثه. حتى يا دكتور معلش، انت حضرتك برضو نبهتنا لحاجه، ان الفيتامين دي او فيتامين د ده مضاد للاكتئاب. ممتاز. وبعض الاطباء النفسيين بيكتبوه حتى للمرضى النفسيين. ده وانا اولادي او اولادنا في امتحان الثانويه بيبقوا في رعب كده وفي خوف من غير مبرر، فده هيهدي كمان اعصابهم ويبسطهم ويسعدهم ويضيع اي مظاهر اكتئاب عندهم. بدون ما اخد اي مهدئات، بدون ما اخد اي ادويه ليها اثار جانبيه، حاجات زي كده. ومن فوق 40 سنه وبالذات لو كان صاحب مرض مزمن، اي سكر بقى وضغط والقلب والسكر، لا ده انا بقول له انت هتاخد 3 كبسولات. طب ليه؟ ما دي فوائد الكلوسيز الثانيه اللي بنقول عليها دايما انها بتدعمني، ان انا لو كنت مريض سكر بتحافظ على نسبه السكر عندي في الدم ما يزيدش معايا بجانب العلاج بتاعي، او مريض ضغط، او كمان الكوليسترول والترايجلسرايد اللي اشرنا عليهم في حلقات كتيره مع حضرتك. أيوه. هو بيكنس الدهون الضاره اللي بتترسب ويخلينا نخلص منها، جسمي يخلص منها. فاذا انا بحترم جدا المنتج او المكونات اللي بتفيدني في حاجه واحده، لا بتكلمني وبتخاطبني في جميع الاوقات، اذا كان وقت ده كان وقت الكورونا او وقت لمذاكرتي او وقت لدخول تغيرات الصيف والشتاء والربيع والخريف، كل الحاجات دي كلها بيقدر الكولوسيز يكون واقف معانا. عشان كده دايما في كل حدث بنلاحظ ان هو موجود ومكوناته بتدعم. يعني التزامي بكولوسيز هيديني صحة وهيمنع إن شاء الله يعني كده من مصاريف مروح الدكاترة والعلاج والأمراض، فأنا بأمن نفسي وبأمن ولادي وبأمن جوزي كمان، كل الأسرة متاح لها أنها تاخد كولوسيز، ولكن بجرعات اللي الدكتور قال لنا عليها. الأطفال كبسولة واحدة في اليوم، من سن 7 سنين لـ40 كبسولتين ممكن يتاخدوا مرة واحدة، فوق الـ40 بقى اللي حالتنا كده عندهم بقى سكر والعياذ بالله وضغط قلب الحاجات دي 3 مرات مع الفطار مع الغداء ومع العشاء. ان شاء الله ربنا يا رب يحافظ على الجميع. ودكتور انا بشكر حضرتك جدا جدا لتشريفك. نسيت برضه اقول حاجه مهمه قوي، ان كولوسيز مصرح من وزاره الصحه وبيباع في الصيدليات، يعني مضمون الرقابه الدوائيه عليه والتخزين والجو المناسب عشان تتحط فيه العبوه، صح كده؟ مظبوط. انا حفظت خلاص. مشكور دكتور، بشكر حضرتك جدا جدا، شرفتني وانستني، وشكرا لام دي وشكرا لكولوسيز. ميرسي يا فندم. خلاص للاسف الفقره خلصت والحلقه كمان خلصت. استنوني دايما على صدى البلد وبنت البلد. السلام عليكم.